بنت سميتها سميرة في عمرها 20 عام من إقليم خنيفرة وبالضبط من ساكنة بوخيو بجماعة أيترحو. هاد البنت خرجت من الدار مع عليها ما بيها في الصباح كترعى الغنم، حتى هجم عليها واحد السبع عضها من ركبتها وطيحها الأرض وكان باغي يفترسها. ولكن قبل ما نكملوا تفاصيل هاد الواقعة نخليكم مع الإنترو. البنت ملي تهجم عليها السبع وكانت عنده نية انه يفترسها على حسب ما قالت البنت ملي داروا معها حوار، من حسن الحظ سميرة كانت في يدها واحد العصية ضرباتو بها وهربت بواحد الأعجوبة من داك السبع. من بعد البنت مشات لدارهم وديك الساعة داوها للمستشفى في بيكوب وماشي حتى في لومبيلونس، وهادشي على حسب الأقوال ديال الوالدة ديالها. ديت لي انا تنجنى الحديد يعني بيكوب باش ديتوها بيكوب ما كايناش عندكم لومبيلونس؟ ما كاين رئيس الجماعة؟ كاينه كاينه في السوق يتبوخيو ولكن خارجة ما كايناش. خارجة ما كايناش وكرينا ليها الحديد وهزيناها وديناها للسبيطار تاع مولاي بوعزه. داو هاد الكولا جوج شوكات وداروا لها واحد الضمادات باش يبراو الجروح اللي سبب لها داك السبع. من رجعت للدار بقى كلشي مصدوم من السبع اللي هجم على داك البنت وبقى كلشي مخلوع ان شي واحد اخر يقدر يهجم عليه، بحكم ما كنعرفوا كاملين ان السبع الاطلس مقرض هذه عقود. فحتى هي براسها ما كانتش مصدقه انه السبع اللي هجم عليها حتى تحققت من الملامح ديالو وعطات المواصفات اللي كيكونوا في اسد الاطلس. هنا تدخلت الصحافه وجاو حتى لعند البنت لدارهم ودراو مع السجواب باش تعاود لهم التفاصيل ديال ديك الحادثه وشنو وقع بالضبط. ها سارحه كنتي سارحه؟ اه جمع عليك لا تجلي عشان يا بوفا في الركبه ديالك آه. وطحتي اها صافي كانت عندي واحد العصا في يدي وضربت شوكه نفسها ديك كتغوتي وكت اه كنغوت جيت للدار اها حكي لنا كيفاش عاودي لنا من الاول. اصلا هنا كتبان البنت مخلوعه بزاف وباقه مصدومه من داك الحادثه اللي وقعت وباقه ما متيقاش وداخله في واحد الاضطراب ما بعد الصدمه. نكملوا الفيديو آه. يعني شفتيه بعينك؟ شفتو بعيني. وشنو وقع لك ملي هجم عليك وعضك؟ شنو وقع لك؟ تقصحت صافي زدت العصا وضربته انا جيت من الموت بقى مخلوع هذا من الان بزاف. ها مورا ما خرجت القضيه الراي عام تقسموا جوج ديال الاراء. راي كيايد الهضره ديال البنت وكيقول لك راه بصح هذاك السبع على حسب المواصفات اللي قالت البنت، وواحد اخر كيقول لك راه يتهيئ ليها وبقوه الخلعه ما بانش ليها ويكون تخلط ليها مع شي حيوان واحد اخر، حيت السبع طبيعه الحال نقرض مش حال هذه ما بقى له حتى شي اثار في المغرب. واحد السيد خرج مع نفس الصحيفه اللي دارت استجواب مع البنت وقال لهم بلي هذه البنت سميره كون خرج ليها اسد الاطلس المفترس والمتوحش كون ركلاها وما خلا فيها حتى شي عظم. في نفس الوقت ما كذبش الهضره ديال البنت وقال بلي هذا الاسد راه ماشي اسد الاطلس، يقدر يكون اسد عادي او لا مربي مع الناس وهي بالخلعه عندها باش يحمي راسو، داكشي علاش ما افترسهاش، يعني كون كان اسد الاطلس كون راه افترسها. واش خاص تبان هذاك البنت هذاك الاسد ماشي اسد متوحش، تقول بانه اسد مربي يعني هارب حيت تقولوا بانه هارب شي واحد يعني وعايش مع البشر، يعني كون كان اسد حقيقي ديال الغابه غيكون افترس سميره. خرج واحد السيد حتى هو من الناس ديال السكينه قال بلي واحد النهار كان غادي فوق الحمار ديالو في الليل ولازم حدا المقبره وبان واحد السبع ناس حدا المقبره، شال عليه البيل ولقى نفس المواصفات ديال الاسد، داك الشعر اللي كيكون على العنق ديالو والملامح ديال الاسد. غنبغي ما عرفتش انا شنو شعلت البيل بان ليا لقيت كيه كاش شعلت فيه قلت اش يسمع عم هاش شوفها قلتي راه سبع صافي حيت بان ليا الزغب مهلا ندير النعسه كيما هكا كيما وليتي ندابا في التليفون ومن هنا ناسل قلت سبع عشان ندير قلت نطلع هاد الصوره. لا راه محل السبع مابقاش هنا لا والو جاني في البلان سبع صافي لقى داكشي شتي بعينك صافي حيت ماشي نقول اه ما تشاك شي ولا كذا كذا لا صافي شتو سبع. فقال بحسن الحظ كان الاسد ناعس وقدر تنهض. وماشي غير الصحافه الالكترونيه اللي دخلت في الموضوع، فحتى برنامج امودو مشى الطاقم ديالو كامل المنطقه اللي وقعت فيها الحادثه وداروا استجواب مع البنت باش يعرفوا التفاصيل ويقدروا يديروا شي حلقه على هذا الشيء اللي وقع. لا بعد عام كنشر امودو واحد الحلقه على احتماليه وجود اسد الاطلس، حيث لقى واحد السيد من ساكنه ايميلشيل وقال للطاقم باللي راه لقى واحد السبع كيفترس واحد الحمار. دوير ولد يا ريس خويو يا غير من الناس ماني الناس بستاد يجراو فيه غير ازمه تفاعل. اه يتخيل لنا من الدنور السينما
ما يدير الله. وليس يصحاو ولا يصحاو ولا يصحاو. وليس يصحاو ولا مدنا شارية زنا ورد يصحي الليل. ياك كان. ورد يصحي غراز المخزن سقسان تدندا اللي بحال نعاود ندند. أيوه. المهم شاو ريادي باين رياز زنا غنا شو ورد يصحي الليل. تخام أمدوا باش يتأكدوا وداروا التحريات ديالهم مشاو لنفس البلاصة ولقاو الآثار ديال الأقدام ديال الأسد. المهم التدخل ديال الطاقم ديال أمدوا في هذه القضية هو مهم بزاف وبزاف، لان كما كتعرفوا امودو واحد البرنامج موثوق وعندهم اكثر من 12 موسم وهما كينشروا حلقات وثائقيات على الحيوانات وعلى البريه. والغريب في الامر هو ان الوكاله الوطنيه للمياه والغابات ما دارت حتى رده فعل اولا تصريح بهذا الشيء اللي وقع. الحاجه اللي عرفنا هو ان داك الجماعه اللي تابعه لداك المنطقه نشرات واحد البلاغ فيه كتنفي ان شي سبع كاين في داك المنطقه وان داك الاخبار اللي كتدور على هذا البلان هي اخبار لا اساس لها من الصحه. على سبيل التذكير ان اسد الاطلس انقرض بالفتره ما بين 1912 حتى 1956 والسبب هو الكثره ديال الاصطياد ديال خصوصا من المستعمرين الفرنسيين. هادشي دابا خلق واحد الجدل كبير ودابا كنتسناو الحلقه ديال امودو يقدر يوضح لينا فيه تفاصيل اكثر من هادشي اللي عرفنا دابا. بالنسبه لي داك البرنامج هو من احسن البرامج اللي دازو في التلفزه المغربيه. نتوما شنو بان لكم؟ واش البنت سميره بصح تهجم عليها سبع ولا بقوه الخلعه توهم ليها بلي هذاك راه سبع؟ فما نعرف يقدر يكون تشبه ليها ويقدر يكون بصح اسد ومربيه شي واحد اولا شي بيكوب جات وطلقاته. نتوما في نظركم واش السبع يقدر يكون باقي في المغرب وفي جبال الاطلس ولا غادي يكون قارض؟ خليو لي الاجوبه ديالكم في التعليقات. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. وهذا ما كان. تشاو.